أطول ثلاث كلمات في القرآن وإعرابها. وردت ثلاث كلمات في القرآن الكريم تعد من أطول الكلمات في كتاب الله العزيز، بل ومن أطول الكلمات في معاجم اللغة العربية. وبمناسبة اليوم العالمي للغة العربية نستعرضها لكم مع إعرابها في حلقة اليوم من غرائب اللغة العربية. تنفرد اللغة العربية بإبداع وجمال لا نجده في أي لغة أخرى، فمفرداتها الكثيفة تجعلها من أكثر اللغات في العالم دقة، فيجد الباحثون فيها عجائب ترتيب حروفها وعباراتها وتنسيق معانيها المتفرد. ومن هذه الغرائب تلك الكلمات التي تعد الأطول في معاجمها، وبالبحث عنها ستجد أنها مركبة مع ضمائر مستترة ومتصلة. ومثال على ذلك أنه وردت في القرآن الكريم كلمة فأسقيناكموه في سورة الحجر، فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. صدق الله العظيم. إنها الآية 22، وبإضافة الاستفهام والطلب وتعديتها للمؤنث تصير فاستسقيناكموها، وبذلك تصبح الكلمة الأطول في اللغة العربية. وستجد لكل حرف ومقطع في هذه الكلمة إعرابا خاصا نستعرضه لكم. الهمزة حرف استفهام مبنيا على الفتحة لا محل له من الإعراب. الفاء حرف استئناف، استسقى فعل ماض مبنيا على الفتحة المقدر منع من ظهوره السكون العارض للتخفيف. نا ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول. الميم حرف دال على الجمع المذكر مبني لا محل له من الإعراب. الواو حرف إشباع مبني على السكون لا محل له من الإعراب. الهاء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به ثان. الألف حرف دال على التأنيث لا محل له من الإعراب. أما ثاني أطول كلمة في القرآن الكريم فهي كلمة أنلزمكموها، وعدد حروفها 10 أحرف، وقد جاءت في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فقال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. وردت هذه الكلمة في سورة هود في الآية 28. وعندما نستعرض إعراب كلمة أنلزمكموها فهو كالآتي: الهمزة للاستفهام، نلزم فعل مضارع مرفوع بالضم الظاهرة على آخره. الكاف ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به أول. والميم والواو للجمع. والهاء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به ثان. وثالث أطول كلمة في القرآن الكريم هي كلمة فسيكفيكهم، وعدد حروفها 9 أحرف، وقد ذكرت تلك الكلمة في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وردت هذه الكلمة في سورة البقرة في الآية رقم 137. الفاء رابطة لجواب شرط مقدر. السين حرف تسويف للمستقبل القريب. يكفيكهم، يكفي فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء منعا من ظهورها للثقل. الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به أول. هم ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به ثان. لفظ الجلال الله فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.